الفكر يا إنسان لو أطلعته متأملا في قدرة الرحمن لخطرت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب العظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بيان قد عم أرجاء القضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه نشاني هذه السماء تزينت بكواكب بجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلدان والجود جود للإله أما ترى جودا يقض مضاجع الطغيان. ما شاء الله، الله يفتح عليك. ما شاء الله، جزاك الله خير.